السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك العيد ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والرزق والهنا يا ربي. اذا اليوم غادي نوجدوا ان شاء الله حلوه ديال ريش بوند، سهله، مكونات بسيطه جدا. اذا غادي نحتاج انا جوج بيضات، شويه الملحه، جوج خمارات والمنسم تاع الزهر. غادي نحتاج ما كاملش هذا ديال الزيت، تقريبا حتى لهنايا تقريبا شي 100 مليلتر، 100 مليلتر وديال الزيت، و 100 مليلتر ديال 100 غرام ديال السكر سنيده. انا ما غاديش ندير السكر، غادي ندير هذا ستيفيا، ونص كاس ديال الحليب. صافي، هادو هما المكونات. نبداو ان شاء الله، بسم الله. نبداو بجوج بيضات، بغيت ندير غير هكا بالضراب. غادي نزيد السكر، نتوما ديروا السكر نص كاس ديالها بحال هذا. ندير المعالق هذا ديال الريجيم بركة، حيت انا ندير غير مقياس، مغاديش ندير بزاف. دابا ملي خلطت مزيان غادي نزيد الزيت. الزيت غادي ديروا الكميه اللي درتو ديال الزيت، غادي ديروا قل منها بشويه ديال السكر. انا كنعبر غير بالكاس. والحليب حتى هو الحليب غادي ندير واحد 4 كاس. صافي، كاين اللي كيدير فاتا عصير الليمون، كل واحد شنو كيدير. غنخدمها هكا مزيان، اللي بغى يديرها في الماكينه يديرها. غادي نديرو المليحه، صافي. دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق. الدقيق انا كندير عيني ميزاني، حيت سا ديبو على لي زانغريديون اللي درتو. او نزيدو بشويه بشويه، نديرو الدقيق، ما نديروش كلشي في خطره، بشويه بشويه. الدقيق ديما على حسب شحال درتي. خاصهاش تجي قاصحة، شتي رطبة بزاف. صافي، دابا نبدا ندير الدقية، نزيد شوية. عيني راه عيني ميزاني. صافي، بسم الله. غادي ندير
هذا المنسف ما حليتوش من قبل. ندير جوج خميرات و هاكا مزيان هاد نسيتو الدكيك هاهي كيف كتجي رطبة و زوينة صافي. دابا غادي نبداو نكورها ان شاء الله. غادي نكور كويره صغير صغيورين هكذا. غادي نديرو حيده فوق وحيده وحيده ملاصقه مع وحيده بعد نستفهم صافي نكمل بحال هكا ان شاء الله سنكملهم. ها هما دابا غادي نديهم نطيبهم في الفران على درجه 150 160 غير من التحت حتى يطيبوا مزيان عاد الا بغينا نذهبوهم من الفوق شويه باش يعطي داك اللون زوين. دابا غادي نديروا الكونفيتور. غدا عندي بيو بلا سكر غادي نحاول نجريه بالزهر على حسب مزيق على حسب شوف واحد ثلاثة وشوية نشوف واش غادي يجرى. نزيد مزال خاص يكون شويه خفيف. نزيد شويه مزال الزهر في المغرب راه كاين هذاك ديال خفيف لا ما كاينش قلبت عليه ما لقيتوش. بقى كنخليه خفاف صافي. هما طابو غادي نبداو نلوحهم هنا كيبان شويه شويه صافي. نبداو نلقيهم هكا صراحه نخدم بيديا هكا ونلوح ونحطهم هنايا ونحيدو داك الزائد ديال الكونفيتور. درت شكيل اخر من نفس العجينه باش ننوع. دابا تشوفوا معايا ان شاء الله
واخا وحده كبر من وحده معليش راه ما تيبانوش من بعد صافي كملها هكذا ندردر هادو اللي حطاه هنا نحطهم هنايا معليش نسد عليهم نخليهم حتى يبردوا هذا نسد من حدا كتقدم هاد الحلويه تنسيان بالنسبه لي انا هادي احسن حلوه كتعجبني بزاف احسن من دوك ديال اللوز وديال احسن حلوه سبحان الله العظيم زوينه صافي نبقاو هكا تنكمل ان شاء الله دابا غادي الشكي الاخر اللي قلت لكم درت هو هذا غادي نديرو حتى هويا في الكونفيتور غادي نديرو في اللوز هذا درت له في الكوك وهذا في اللوز باش يجي شكل بحال شكل اخر هو راه نفس العجينه كيجي مزوق صافي كيجي هكا الا ما بغيتوش ديروا هنا الكونفيتور ما ديروش ديروا غير في هاد الفوقاني كيجي شكلها زوين ومغاير باش اللي يحط في شي بلاطو ولا شي حاجه تيجيو شكيلات بحال كثار هما راه نفس الشكل نفس العجينه بالنسبه للوز راه حمرته في الفران وطحنته هكذا قرشنته كيف ما تنقولوا ديما واش تلصق صافي صافي يلا تنوريكم الشكل النهائي ديالهم بجوج ان شاء الله هانتوما كيف كيجي المنظر ديالهم درت عجينه وحده جوج شكيلات يلا الى عجبتكم خليو ليا ان كومونتير وان جيم وابوني بالنسبه للناس جداد يلا عيد مبارك سعيد ان شاء الله باش ما كتمناو يا ربي يسهل عليكم يا ربي